خليني وقفك دقيقة. تفضل. طيب البعض يرد عليك ويقول لك يا سيدي إذا الفلسطينيين الكثير من الفلسطينيين وليس كلهم باعوا قضيتهم، طيب أنت ليش؟ بعدين أنا بدي أسألك إلى متى نحن نربط سوريا ونربط مصر ونربط ليبيا ونربط تونس بفلسطين؟ يا أخي حلوا عن فلسطين. دقيقة بس دقيقة. دقيقة. طيب بس دقيقة. طيب يا سيدي نحن التنمية في بلادنا ذبحوها بسبب فلسطين. تمام. ماشي. تمام. كله بسبب فلسطين. لا حققنا تنمية ولا حققنا تنمية ولا تمام. بس دقيقة يا أخي. ولا عملنا ولا حققنا شيء ولا عملنا فلسطين. شغلة ثانية بس دقيقة. بقول لك يا أخي يا أخي بلدي اولا، انا عاوز بلدي اولا، خليها فلسطين لحالها. شغلي الثاني شغلي بس اخر وحدي اخر وحدي انه انا بلدي اولا. بقول لك الفلسطين حتى عن الفلسطيني، بعض الفلسطينيين يقول عن انفسهم نحن الفلسطينيين في الداخل حجاره وفي الخارج تجاره. ماشي 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 ما تضحكوا علينا، بتضحكوا علينا وتضحكوا علينا بفلسطين. لا نعيش نحن اول شيء.